مكملين مع حضراتكم متابعتنا لموسم رمضان السنة دي، ونروح لمصطفى عمر الممثل اللي قدم شخصية أبو يوسف رجل الأعمال التابع للجماعات الإرهابية، واللي كان المخطط والممول لعملية اغتيال المقدم الشهيد محمد مبروك في مسلسل الاختيار 2. والحقيقة انه يعني مصطفى عمر قدر انه يجسد الشخصية بشكل ملفت جدا بكل تفاصيلها ويكره الناس فيه بشكل كبير قوي. صباح الخير عليك يا مصطفى، وقول لنا يعني حضرت نفسك للشخصية دي ازاي وما كنتش خايف؟ لأن الدور زي ما انا بقول طبعا هو يدل على نجاحك ان احنا نكون يعني كرهنا الشخصية بالشكل ده، لكن الشخصية كانت صعبة. صباح النور عليك، وبرحب بحضراتكم وبالسادة المشاهدين. الحمد لله، يعني نجاح الشخصية ده الحمد لله يعني فضل كبير من ربنا. اشتغلت على الشخصية طبعا لما جالي الورق وجات لي الشخصية. طبعا كان عندي باك جراوند عن الحادثة وعن الجماعة اللي عملت كده، بس زي أي حد يعني جالي الخبر وكده. لما بدأت أشتغل على الدور بدأت بقى أقرأ كويس، يعني أقرأ أكتر بتعمق عن الحادثة أكتر وعن الشخصية اللي في الجماعة أكتر، وخدت المعلومات دي وبدأت بقى أكون منها شكل فني بقى، يعني بدأت أشتغل بعد كده عليها فنيا، إن أنا أكون شكل للشخصية، طريقة كلامها، لبسها، هدوءها، أو يعني زي ما بتقال ايقاع الشخصيه نفسه هيبقى عامل ازاي. لكن خليني اقول لك ان هو دور صعب، لانه استقطاب اي حد ارهابي مثلا بيلعبوا على فكره ان هو يكون مستوى الثقافه بتاعه محدود او مستواه العلمي محدود او المادي كمان، وضعه المادي صعب. ازاي قدرت تقوم بهذه الشخصيه بهذه الطريقه؟ ما هو زي ما بقول لحضرتك، كمان صعوبه الشخصيه في حته تانية كمان، ان هو مش تقليدي خالص. انه ارهابي مش يعني ما هوش واضح 100%، ده هو بالعكس، ده هو واحد زي ما بقول ان هو منهم بس مش شبههم، يعني مش شبه الشكل اللي احنا متعارفين عليه. بالعكس، ده راجل اهدى بكتير وراجل غني جدا ومقتدر ورجل اعمال ولبسه مختلف وشكله مختلف. فكانت صعوبه الموضوع ان هو في حته في النص كده، ما هوش يمين قوي ولا شمال قوي، مش باين. وبعدين هو بيمثل الخلايا النايمه فعلا زي ما حضرتك قلت، اللي موجوده حوالينا وممكن ما نبقاش حاسين بيها. وهو بقى بيستغل كل ده علشان يجند حتى ضباط زي ما شفنا، وتواصله مع الضابط إرخاء النعويس اللي وشى بمكان الشهيد محمد مبروك، وكل التفاصيل دي، الربط بين الكلام ده وازاي توصل الناس فكره انه ازاي تجند حد او ايه الدخله اللي بتدخلها له ايا كان شغله ايه او طبيعته ايه، يعني اكيد تفاصيل كتير للشخصيه. طبعا هو طبعا عنده الثقه في نفسه نبع من مستواه المادي. فهو واثق في انه هيقدر ياثر على اللي قدامه كل ما هيزود الرقم. فهو الشخصيه عندها ثقه وثبات كبير قوي ناتج من ان هو واثق من السلاح اللي في ايده اللي هو المادي. يعني هو زي ما بنقول ابو يوسف ده سلاحه الفلوس. مش زي الباقيين. هو بيشارك طبعا وبيجيب سلاح ويشارك في عمليه الاغتيال والحاجات دي، لكن هو بالنسبه لنا فنيا، يعني انا بشتغل عليه فنيا، هو نقطة قوته فلوسه. طيب، حتى وهو بيحاول يقنع عويس بيوثق في اللي هو قدمه له انه هيقدر يعني يزغلل العينين بيه زي ما بالفلوس. طيب، احنا عندنا دايما كده لما بنشوف ممثل بيقدم دور ارهابي او دور خاين على طول الناس بتاخد منه موقف وبيقولوا لو نزلت الشارع مش هنرحمك. احكي لي بقى عن ردود الفعل اللي جات لك، عن الرسائل اللي جات لك كمان بخصوص الدور ده. هو انا الرسائل كلها كده فعلا، يعني ثلاث ارباع الرسائل في السكه دي، اللي هو لو اوعى تنزل من البيت تاني خاين. نعم، اوعى تنزل من البيت تاني، اوعى تنزل، واحسن لك خليك في بيتك يا معلم وبتاع، عشان انت دلوقتي لو شفت هيحصل وكذا. في الشارع بقى بيحصل برضه شبه كده بس بشكل تاني بقى، يعني مثلا تلاقي حد باصص عليك كده وبيشاور وبتاع وبيكلم اللي جنبه. وبعدين يعني مثلا من قريب حد قابلني قال لي بص انا مش طايقك بس عايز اسلم عليك. يعني حتى اللي هو جاي بيسلم عليا بشكل يعني اللي هو هات بقى سلم وخلص. يعني عارف اللي هو لكن ده يا مصطفى نجاح كبير للشخصيه، نجاح كبير لادائك الفني لتجسيد هذه الشخصيه.
الحمد لله رب العالمين. طب احكي لي بقى عن كواليس التعامل مع كريم عبد العزيز، والحقيقه انه كريم عبد العزيز مقدم موسم في الاختيار 2 قوي جدا، ويعني اداء فني ناضج بشكل كبير جدا. احكي لي عن مشاهدك معاه والكواليس عامله ازاي معاه. والله طبعا استاذ كريم نجم كبير وليه هالته طبعا، وليه دي يعني ان الواحد رايح النهارده اشتغل مثلا اعمل مشهد مع استاذ كريم عبد العزيز، فاي ممثل بيبقى فرحان ان هو اصلا اتحط في كادر واحد مع راجل بالحجم ده. لكن على المستوى بقى الاخلاقي والانساني انا كنت بسمع عنه كتير كلام كويس جدا، لما قابلته بصراحه لقيت الموضوع افضل بكتير كمان من كنت بسمعه. يعني لقيت الناس مبسطه جدا في التعبير عنه، لانه راجل متعاون جدا ومتواضع جدا و بيشتغل معاك بشكل يعني بيريحك قوي يعني بيشدك لقدام بصراحه. حتى كلامه التشجيع يعني الحمد لله، لما عملت معاه البروفه الاولى فلقيته بيتكلم عني بشكل الحمد لله جميل جدا، بيتكلم جامد كويس وبرافو عليك لا راجل متعاون وبيشجعك يعني جدا بصراحه. الحقيقة إنه كل فريق العمل عمل يعني شغل كبير جدا عشان يطلع الاختيار 2 بالمستوى اللي احنا بنشوفه ده، وبالمستوى اللي يخلي كل البيوت المصرية مشدودة إنها تقعد كل يوم تتابع الحلقة ومستنية الحلقة اللي بعدها. ببارك لك يا مصطفى على مشاركتك في الاختيار 2 وبصبح عليك وإن شاء الله دايما بالتوفيق. شكرا ليك وصباح الفل عليك. شكرا ليك. طيب